مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. احنا الان مع ام الطفل عنده 3 سنين، عنده كيس في عينيه وخاصو عملية مستعجلة. يعني هاد الام هذه الحالة المادية ديالها ما فحلاش باش غادي دير هاد الوليد هاد العملية ب 3000 درهم، خصوصا ان ام كتشوف الابن ديالها كيتعذب وما استطعتش انها دير ليه هاد العمليه، راه قلبها كيتقطع، راه بغا يحسوا بها غير الامهات والاباء اللي عارفين بحق الكبده. هاد السيده عندها طلقات من الزوج ديالها وحتى الزوج ديالها ما كيعطي لهاد الوليدات نفقه، ما عاقل عليهم ما حتى شي حاجه. كنتمنوا الناس المحسنين الناس اللي في قلوبهم الرحمه يتعاونوا معاها ودير لهاد الوليد العمليه. الوليد الله 3 سنين مازال حياة كاملة قدامه، عنده يعني عينيه منفوخة، إلا ما تبعش داك الدواء، لا دار الدواء كتفشلو عينه ولا حيد داك الدواء كتعاود ترجع له نفس المشكل. نتمنوا الناس المحسنين يتصلوا بها ويعاونوها باش دير الوليد ديالها هاد العملية، يعني ما خاصهاش شي مبلغ كبير، خاصها غير 3000 درهم. السلام عليكم لالا. السلام عليكم. أنا أخت سهاد، عندي جوج وليدات، كنت مجوجة بالراجل وتفارقت معاه، تفارقت معاه من 2019، حكمت ليا المحكمة بالنفقة، ما بغاش يعطيني النفقة، قال لي سيري جري طوالك، ديري اللي بغيتي، أنا راه ما نتشدش، حكمت عليه المحكمة، نفذت عليه، والو ما بغاش يعطيني فلوس، عاوتاني لقيته في واحد البلاصة خدام، مشيت جبت ليه، مشيت لرئيس الدائرة هنايا، قلت ليه قلت ليه ودي راه كيفاش وها كيفاش، قال لي قال البوليسي سير جيب هاد السيد اللي ما بغاش يعطي السيدة النفقة والدري مريض، سير جيبو ليا. مشاو معايا البوليسي جابو، ملي جابو لقيت رئيس الدائرة بلا مشى، لقاو هادوك البوليس عمرو ليا، ملي عمرو ليا قال لي صافي سيري تنعاودو نعيطولك. قلت ليهم انا قلت ليهم واخا واش نمشي نجيب الوراق، قال لي لا، قلت ليهم نجيب لاكارت، قالوا لي لا. شي شويه تنتفاجئ الراجل خرج، ملي خرج عيط لي في التليفون قال لي جري طوالك، انا دورت وفاصلت وخرجت المخزن كله قالك في يديه. بغيت نعرف هاد السيد ما تعطيكش النفقه وليداتك يعني محتاجين لهذوك الفلوس اللي غادي يعطيك داك الزوج ديالك الطريقه. انا من خدامه انا خدامه فاتحه جوج شفتات، ما عنديش نشرب الدواء ديال الطونسي وديال تختور الدم، ما يمكنش ليا شي دابا 4 شهور هادي وانا قاطعاه وما عنديش حتى باش نشري، دابا خرجوا لي حتى النظاظر وما عنديش حتى باش نشري النظاظر، ودابا حتى هاد المحل اللي ساكنه فيه غير ديال اختي ماشي ديالي، مهدده في اي لحظه تقول لي اختي خولي المحل. وهاد السيد استافد في هذا سميتو في حي محمد، يعني هو اب لوليداتك وما حنش فيهم ما كيعقل عليهم، عارف الولد ديالو خاصو عمليه. مشيت عنده راه شاف الدري بحال هكاك استافد في حانوت، وداك الحانوت شدو عطاه لخوه، ملي عطاه لخوه خوه عمرو بطلامط وحاط فيه واحد، وانا ما عنديش ما نوكل لولادي، خوه قاضي مصلحته في سيدي رحاب تيدير المشاريع ديالو اللي بغا، ملي تنقول لهم عطوني الفلوس يقول لي ما عندناش. دابا الوليد ديالك شنو الحاله الصحيه ديالو؟ شنو مريض هو اصلا؟ عنده الحساسيه. والكيس اللي في عينيه؟ الكيس اللي في عينيه مشيت على الطبيب قال لي خاصك 60 الف ريال، وانا ما عنديش هذاك 60 الف ريال، وخوه شاد الحانوت وخدام في المارشي تيجي ب 3000 ريال في النهار، وتيعمر المضارب تيعمر المضارب، وجات عندي مرت خوه هي اللي قالت لي الحانوت، مرت خوه هي اللي قالت لي راه الحانوت راه كاين راه خرج ردي، قلت لها انا ما ردوش حيت هاد السيد قمار وشفار وسحار، هاد الشيء انا شفتو بعينيا. يعني هادو المشاكل ديالك مع الزوج ديالك، انت حاليا محتاجه 3000 درهم باش تعتقي ولدك، باش نعتق ولدي. ولد راجلك ما حنش طليقك ما حنش في هاد الوليد، ما حن في ولاد لا حاجه، تيقول لي جري طوال، تيقول لي انا المخزن كله في يدي، انا الفاصل ونخرج، وتا درهم ما غادي تاخذيه. بغيت نعرف واش انا يمكن لي ناخذ الحقوق ديال ولادي ولا لا، واش كاين الحق في هاد البلاد؟ ومني مشيت ملي طلقوه شديت شدوه البوليس، ومني طلقوه مشيت عند البوليس تيضحك عليا قال لي سيري بحالك منك ليه. دابا انت حاليا اختي شنو محتاجه؟ انت حاليا انا محتاجه باش ندير عمليه لولدي، خاصك 3000 درهم باش 3000 درهم، وحاليا انا تطلب من المحسن يساعدوني حتى المحل تاع هو راه ماشي ديالي، راني بهدت في اي لحظه يخرجوني وغادي يضيعوني وليداتي، ما عنديش جوج وليدات، عندي بنيه وعندي وليد، وما خدامه ما ردامه، وما عنديش اللي غادي يعتقني ولا يدير لي شي حاجه، ما كايناش، واش ما كاينش الحقوق ديال الناس؟ واش هاد الناس هاد الولاد نضيع عمر خرجوا من الشارع؟ كي غندير يلا كي غندير؟ واش انا ما خديتش حق ولادي؟ خو خايد الحانوت يتبرد به، كراو البلاد في العروبيه، وعيطت لمو قلت لها حشومه عليك بصيفطوا لي الكره تاع البلاد،
قالت لي واخا دابا نصيفطك شي شويه وهيت مني كان البلاد. عيطت لولد خو قالت لي انايا صيفطوا لي البلاد اش الفلوس اش ما صيفطهمش ليا. قال لي راه مو قالت لي شوف خذ النص ديال البلاد خذ الفلوس والنص الاخر ملي تشدك هذيك المتعوسه ومت ولادك نلقى باش نفاصل عليك. وما يفاصلوا عليه ولادي ما ياكلوش ما يضيعوش يضيعوا لي ولادي واش ماشي حشومه ماشي حشومه. دابا الوليد ديالك كتشوفيه في هذه الحاله قلبك كيتقطع من ضر عينيه الحال سوء اصلا ما لقي ما نوكلهم ما شربهم. تصوريش نطلب الناس اللي ساعدوني المرايا دابا هي السيده نيتي حاضره تنطلب فاش نقول لها عافاك عطيني عام نوكل ولادي. والوقت اللي وصل واحد العيد وعيطت لي قالت لي جيت كسي وليداتك انا عارفه ما عندكش. صيفطت لي واحد السيده وجات دقت عليا ومشيت عندها وعطاتني عطيتها فوتوكوبي ومشات كتبت لي ولادي. ومني جا عند خوه قال لي راه مرتك تطلب لك بولادك وجات يسب فيا ويعاير فيا وتيقول لي تطلبي لي بولادي وانت كسيه ومصبط ومجيب لي من الماكله. ملي تنقول لي واعطيني ولادك ما ياكلوش تيقول لي ما ياكل ما عندهم ما تياكلوش. الدري واش دري عندها 6 سنين خاصه مدرسه خاصه كسوه خاصه بزاف ديال المسائل. هاد الدري عنده الحساسيه والحساسيه خرجي ليه الرابو زعما الوراق كلشي كاينين صافي. يعني هاد يعني هاد الوليد خاصو عمليه مستعجله على عينيه وهاد العمليه الطبيب قال لك دايره 3000 درهم. دايره 3000 درهم ولا ما عنديش ما عندي حتى سنتيم ما عندي. هاد السيده اللي قلت لي واخا معايا راه هي عفاك تخلي لي التليفون جاوبي دوك الناس اللي غيبداو يتصلوا. يعني كنتمناو الناس المحسنين الناس اللي في قلوبهم الرحمه يتعاونوا مع هذه الام. هذيك 3000 درهم راه درهم ما عندهاش من هذ 3000 درهم ما بالو كيفاش غادي دير غتجمع 3000 درهم وهي ما خدامه ما حتى شي حاجه. كنتمناو منكم انكم تعاونوا هذا الوليد اللي في العمر ديالو 3 سنين يعني الاب ديالو متخلى عليهم مطلق هو والام ولكن ما النمره عافاك لا قولها النمره 0633 71 92 87. يعني كيف ما هي دارت له الحساسية بسبب اصلا حتى الزبل اللي كاين هنا على برا. يعني كنتمنوا منكم مشاهدي قناه شوف تيفي انكم تعاونوا هذه الام هذه وتحققوا لها الوليد ديالها راه عينيه كامله منفوخه بسبب هذا الكيس هذا وخاصو 3000 درهم. 3000 درهم يعني مبلغ بالنسبه لبزاف ديال الناس راه يجي هذا المبلغ والو. ولكن هذا المبلغ بالنسبه لهذه الام ولهذا الوليد راه غادي يشكل لهم ولا غيحل لهم واحد المشكل اللي كبير. كنتمنوا منكم انكم على فكره طي الوليد باش ما يبانش. كنتمنى منكم انكم تعاونوا هاد الام. الرقم ديالها هو 06 33 71 92 87. والله يهدي هاد الاب هادو راه كيبقاو وليداتو. يعني انت عندك الفلوس وكتمشي كتخسرهم ومخلي وليداتك في الجوع وما عندهم لا ما يلبسوا لا ما ياكلوا وصدوا. يعني ساكن يعني في دور الصفيح ساكنه هاد السيده غير في دور الصفيح وهاد السكنه راه ماشي ديالها تقدر في اي لحظه تقدر تخرج. يعني كنتمناو منكم انكم تعاونوا هاد السيده ولا كاين شي طبيب اللي يقدر يدير لهاد الوليد العمليه مجانا. راه عنده الكيس في عينيه هاد الكيس كاين في عينيه هادوك هما الادويه ديالو ياك. هاد الدواء راه مشيت خديته غير كان يدير من الفارماسيه. انتما كتشوفوا الظروف شحال صعيبه. راه الدواء هاد الام هادي خداتو غير من الفارماسي مازال تما مخلصه. كنتمنى منكم انكم تعاونوهم وتعتقوا هاد الوليد هذا باش ان شاء الله حتى هو يدير العمليه. الرقم ديالهم هو 06 33 71 92 87. الرقم هو 06 33 71 92 87. وكنتمنى ان شاء الله نرجعوا عند هاد السيده ونلقاو الفرحه دخلت لقلبها والوليد ديالها ان شاء الله دار العمليه. حيت الحمد لله مازال الناس المحسنين في المغرب ومازال الناس اللي في قلوبهم مازال كاين الرحمه. كنتمنى منكم انكم تبارطاجيو هاد اللايف حتى يوصل للناس اللي قادرين يعاونوا هاد الام هادي. والرقم خليناه لكم مشاهدي قناه شوف تيفي في العنوان هو هذا 06 33 71 92 87. وهنا كنكون وصلنا لنهايه هذا البث. كنشكركم على حسن